متابعي قناة حنا بال، عسلامتكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وين ماشيين. أنا عندي مشكلة مع البلدية، طيحوا لي الحانوت. باش نفكركم بحلقة تعديت عندها شهرين تقريبا، لا طالبتهم في تعويض، لا طالبتهم في فلوس، ما طالبتهم في حد شيء، رجعوا لي بلاصتي. شهرين التالي خليتك يائس. مش يائس، لقيتني نحكي وحدي انا كل مهبول. سولطت اللي تخيلها في راسك الكل في البلاد، مشيت للبيروات الكل دقيت عليها الباب. الادارات تفرجوا في موضوعي وفهموا موضوعي، فهمني، تفاعلوا معايا، تحرك معايا سيد المعتمد، من بعد المعتمد تحرك معايا رئيس البلديه يرحم والديها. اكثر حاجه اللي تهنيت بها توا اللي هي اموري قانونيه، فهمتني؟ هذه الكشك هذه راني باش نخدم بها على خاطر امي، على خاطر اختي، فهمتني؟ فاتوراتك ودنيتك شو عملت؟ شيء اموري مريقله. حالا مع اللوش زياده لهنا باش نعلقوا لهم غاديك. نفطروا الكسكسي مي. والله العظيم مرحبا بك، والله لازمك تجيب الحق، والله حلمه وهاني نخسر لها قاعده تتحقق، وان شاء الله يا ربي نكملها للاخر. هذه باش نعمل منها الدار، باش نعمل مليون قبرخه، نعرس منها، باش نعمل حكايتك كلها. هذا مازال خير في بلادنا؟ مازال الخير، مازال الخير، مازال الخير، وقدره الله مازال الخير. والله فرحان، والله ربي فرحان، اقسم بالله، ويرحم والديك انت زياده، والله اقسم بالله.